موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن كثير في قوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعهم. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعا بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس، غمط وغمص. روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف. أنا عندي كده، أو أمر بالمنكر، أو أمر بالمعروف ونهى عن لا، يعني هي اللي هيفسرها من أمر بالمعروف، يعني قتل من أمر بالمعروف، قتل الذين أمرون بالقسط من الناس. يقول: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآية: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. إسناده ضعيف. أبو الحسن مولى بني أسد، الراوي عن مكحول مجهول، إضافة إلى عن عنة مكحول كما ذكرنا بالأمس، وأيضا رواه ابن جرير فيه عن عدة أخرى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم
من آخره، رواه ابن أبي حاتم. سوق الفول والبقول، الله أعلم بهذه الأعداد، الله أعلم أن هل كان عندهم في زمن واحد 300 نبي أو 70 نبيا، الله أعلم. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، عن الكتابين. وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. أعوذ بالله. الآية تدل على أن تحكيم كتاب الله عز وجل هو في أمور العقائد قبل أن يكون في أمور العمل، بل التحكيم لكتاب الله في كل الأمور، لأن البعض يظن أن إقامة الحدود هي فقط قضية تحكيم الشريعة. تحكيم الشريعة في أمر الإيمان والعقائد، الإيمان بالله وتوحيده وعدم اتخاذ الأنداد من دونه، وفي تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره على ما ورد في الكتاب. تحكيم هذا في موارد النزاع معظم ومقدم. ثم كل ما حكم الله به في كتابه فهو واجب أن يحكم. وغر كثيرا من الناس أن يقولوا هذا التحاكم إذا تركناه فهو معصية فقط، وهذا معنى ما قاله أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لن نخلد فيها، كما يقوله من يقولون أن ترك تحكيم كتاب الله هو مجرد معصية وليست كفرة. ولو أن الناس أبوا أن يحكموا كتاب الله عز وجل فهذا يعني الإباء والاستكبار عن كتاب الله عز وجل القرآن أعظم من إباء اليهود والنصارى تحكيم التوراة والإنجيل. لذلك الذين أبون تحكيم كتاب الله ويحاربون من يدعو إلى تحكيم كتاب الله عز وجل لا شك أن هذا من الكفر. لذلك ذم الله من قالوا هذا معصية يكون فيها عقوبة في النار ثم يخرجون منها. هذا دليل على أن جهل العاقبة لا يكون عذرا، فقد ظن اليهود أن عدم تحكيم التوراة، وظن النصارى أن عدم تحكيم التوراة والإنجيل عقوبته يسيرة، وأن عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه
سوف يكون عقوبته أيام معدودات في النار، فعقوبتهم عند الله على كفرهم ليس على ما ظنوا، بل قال الله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء يخلدون في النار رغم أنهم ظنوا أن ما يفعلونه سوف يكون صغيرة، أو سوف يكون أياما معدودات فقط في النار عقوبته. فجهل العقوبة لا يعد جهلا طالما قامت على الإنسان الحجة وبلغته الأدلة. هذه الآية مما ينبغي أن يرد به على المداخلة وأشباههم ممن يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر دون كفر، فإن هذا مرده إلى ما قال اليهود أن يدعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لأن هذا معنى ما يقولون هو معصية وليس بكفر، فسوف تمسهم النار أياما معدودات ثم يخرجون. فهونوا على الحكام وغيرهم تحكيم غير شرع الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله، وضعفوا المسألة في نفوس الناس. وإن كنا نثبت بلا شك ما أثبته الصحابة، بل ما أثبتته السنة من أن هناك من الحكم ما لا يخرج من الملة، ولكن بشرط الإقرار بكتاب الله وجعله الأصل في التشريع والأمر والنهي. فإذا أقر ما في كتاب الله عز وجل والتزم تحكيمه في الجملة ثم خالف فهذا هو الكفر دون كفر. أما من أعرض عن كتاب الله ويتولى عن تحكيمه في موارد النزاع فهذا الذي يكفر والعياذ بالله. صحيح صدق. نعم لأن القرآن أعظم كتاب والكتاب ده محفوظ، فإذا كانت الكتب اللي فيها زيادة ونقصان كان تحكمها واجب عليهم وهم يعتقدونها، فكيف بالكتاب الذي حفظه الله؟ نقول ده أشد من 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 كفر اليهود والنصارى. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم، قتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن جرير في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني بذلك جل ثناؤه، ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقول الذين أعطوا حظا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. اختلف أهل التأويل في الكتاب الذي عنى الله بقوله يدعون إلى كتاب الله، فقال بعضهم هو التوراة دعاهم إلى الرضا بما فيها، إذ كانت الفرق المنتحلة الكتب المنتسبة إلى الكتب يعني تقر بها وبما فيها أنها كانت أحكام الله قبل أن ينسخ منها ما نسخ.
عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم ابن عمرو والحارث ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال له: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، إلى قوله ما كانوا يفترون. وذلك لأن التوراة تذكر أن إبراهيم كان بعد أن إبراهيم كان قبل موسى، وإنما كانت اليهودية ببعث موسى وإنزال التوراة عليه. فكما قال الله عز وجل: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فلو أتوا بالتوراة هيظهر فيها تماما أن إبراهيم قبل موسى وعيسى، قبل التوراة والإنجيل، فكيف يكون يهوديا؟ عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدرس، ذكر نحوه، إلا أنه قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلما إلى التوراة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى تحكيم التوراة في مسائل أعلمه الله بها أنها موجودة في التوراة، كالرجم، وأن إبراهيم كان قبل موسى وعيسى، قبل نزول التوراة والإنجيل، وهي فعلا موجودة في التوراة إلى يومنا هذا، وهذا من الحق الواجب اتباعه. وقال بعضهم: بل ذلك كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دعيت طائفة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بالحق فأبت. عن قتادة قال: أولئك أعداء الله اليهود، دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم وإلى نبيه ليحكم بينهم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم تولوا عنه وهم معرضون. ودليل أنهم دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. علي بن جريج قال: كان أهل الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بالحق، يكون بالحق يكون وفي الحدود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فيتولون عن ذلك. وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن طائفة من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، ممن قد أوتي علما بالتوراة، أنهم دعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرون أنه من عند الله، وهو في التوراة في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذي كانوا تنازعوا فيه ثم دعوا إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة، يجوز أن يكون كان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته، ويجوز أن يكون ذلك كان أمر إبراهيم خليل الرحمن وديني، خليل الرحمن، أن كان أمر إبراهيم ودينه، وعشان يقول كان دينه إيه. ويجوز أن يكون ذلك ما دعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به، ويجوز أن يكون ذلك كان في حد زي الرجم، فإن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فيه إلى حكم التوراة فأبى الإجابة فيه وكتمه بعضهم، ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان ممن أبى،
فيجوز أن يقال هو هذا دون هذا، يعني أنه واحد فيهم الآية لم تدل، فيبقى كلهم يمكن أن يكونوا مقصودين، ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك، لأن المعنى الذي دعوا إليه جملته هو مما كان فرضا عليهم الإجابة إليه في دينهم فامتنعوا منه، فأخبر الله جل ثناؤه عنهم بردتهم وتكذيبهم لما في كتابهم وجحودهم ما قد أخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به، فلن يعد أن يكون في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق مثلهم في تكذيب موسى وما جاء به، وهم يتولونه ويقرون به، يعني يتولونه ويقرون به ويردون ما جاء به، فمحمد صلى الله عليه وسلم سوف يفعلون معه ذلك بالأولى. ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، يقول ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمه معرضا عنه منصرفا، وهو بحقيقته وحجته عارم. إنما قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين وبالتوراة بزعمهم مصدقين، فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون أبلغ، وللعذر أقطع، لأن الحديث أصلا كمان حديث حسن اللي هو حديث ابن عباس اللي هو أن رسول الله دخل عليه بيت المدرس، فهو يدل على أن الدعوة كانت إلى التوراة. قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.